فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة توجد فيها آثار لعملية جراحية في البطن وتريد إزالة هذه الآثار عن طريق علاج موجود عند الطبيب، وهو عبارة عن تكنولوجيا يقول تشبه الوشم وتعاد كل سنتين، هل يجوز هذا العلاج؟ الوشم وما يشبهه لا يجوز، لعن الله الواشمة والمستوشم. إذا كان هناك علاج طبي غير الوشم فلا، أو ما يشبهه فلا بأس. نعم.